رسم والكلام ده. طب انا هقول لك على سر، اتفضلي. انا خريجه فنون جميله قسم عماره، تمام. كان عندنا ناس اللي هم ال 10%. حضرتك كنت في ثانوي عام؟ اه. هل حضرتك وانت كنت في الثانوي العام، بس عايزه اقول هل حضرتك حاجة. كنت في الثانوي العام كان طالب الفني ما بيتفوقش على طالب الثانوي العام؟ ده انا جايه لك اهو. احنا لما رحنا في الكليه، كليه فنون جميله قسم عماره، انا ثانوي عام ودخلت الكليه بمجموعي، تمام. بس كان في طلبه جايين اللي هم التعليم الفني، عايزه اقول لك كانوا اشطر ناس في الدفعه، هو ده كانت ايديهم تتلف في حريق. بس يا فندم، عارف انا هنا بفكر في ايه؟ طب ما الناس دي لو اتدربت صح وكان عن في تعليم فني حقيقي بجد، الناس دي هتتفوق علينا احنا كمان كمهندسين، تمام. لان البلد محتاجه للناس دي بس تتعلم صح. نقطة.